ويمكن من المرات القليلة اللي بيسمحوا لنا نفرح كده فوق ال 24 ساعة يعني. لا طبعا من حقنا نفرح، من حقنا ان احنا كمان مش بس نفرح، ان احنا نفتخر باللي احنا محققينه وبالفريق بتاعنا محققه. يا منة الموضوع كان صعب، وسألنا قبل كده احد الضيوف يعني قلنا له انهي نسخة كانت الاصعب على الاهلي، قال لنا هذه النسخة الحالية. تحديات كبيرة جدا واجهت النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين، تشكيك كبير جدا، بعض الاخطاء، بعض الحاجات اللي كان عليها علامات استفهام، التحكيم يعني بغض النظر لو بصيتي لكل الاجواء هتلاقي ان لا انت كسبتي بطوله مش سهله ابدا مع فريق طبعا كمان مش سهله ابدا. دي حقيقه يا نهاوند، دي من احلى البطولات الافريقيه اللي الاهلي حققها على مدار تاريخه. يمكن بعض الناس كمان مثلا بتقارن حلاوتها في حلاوه النسخه التاسعه او اللقب التاسع، بس دي حقيقه اللقب رقم 11 ده ما كانش سهل زي ما قلت يا نهاوند. كان في تحديات كبير، كان في كبيره، كان في علامات استفهام كتيره، كان في خوف وقلق كتير، سواء من التحكيم، سواء من الاجواء هناك في المغرب، خصوصا ان دي كانت النسخه الثانيه انها تتلعب في المغرب ونقابل نفس دي كانت قواسم مشتركه بين النسخه التاسعه والنسخه الحاليه اللي هي التفاصيل دي. يعني انت بتقولي في ناس بتشوف ان لا لا انا بتكلم في فرحه اللقب. أوكي. مش بتكلم على هو عموما الاجواء ايه اللي بتاعتها. بيدي لاي نسخه خصوصيتها دي حقيقة، بس يعني لما في بطولات كده يا كريم ما تتنسيش يعني. يعني لو سألت مثلا مشجعين أهلاوية على أحلى الألقاب مثلا اللي حققها الأهلي على مدار تاريخه مثلا بالنسبة لبطولات أفريقيا، هتلاقيه دايما بيتكلم على التسعة، هتلاقيه بيتكلم على الحداشر، هتلاقي مثلا العشرة دي واقعة خالص. يعني ممكن في نسخ سابقة قبل كده لمشجعين يعني بقى. صعوبة المنافسات هي اللي بتدي طعم لأي نسخة. أكيد أكيد أكيد، سواء صعوبة المنافس، سواء لو كان غريم بالنسبة لك، غريم الظروف محلي زي ما حصل بالظبط، سواء في بطولة النسخة الحالية اللي هي كانت قدام الوداد، لأن أنت كان عندك بعض التحديات الكبيرة اللي أنت كنت محتاج أن أنت زي تكسرها، بحيث أن هي زي بعض اللعيبة لما اتسألت أن دي ممكن كانت بالنسبة لكم تبقى عقدة، فلأ الأهلي هو اللي بيعمل العقدة مش الأهلي هو اللي بيتعقد، دي حقيقة. فكانت بالنسبة لك أن أنت بتواجه نفس المنافس للمرة الثانية، خد منك بطولتين قبل كده او خد منك نهائيين قبل كده، فكانت هتبقى صعبه قوي ان انت تخسر قدامه لتالت مره، انها بتتلعب بره ارضك، بتتلعب وسط الجمهور، كلنا شفنا الجمهور والدخلات بتاعه الجمهور هناك، كانت اجواء بالنسبه لنا احنا مثلا لو احنا قاعدين بنتفرج قدام التلفزيون ممكن تقلقنا، ممكن توترنا، ما بالك كمان بقى بيبقى اللعيبه نفسها في الملعب. جمهور الوداد تقريبا على مدار ال 90 دقيقه ما كانش بيبطل هتافات، ما كانش بيبطل دعم للعيبه، كل ده بيعمل ضغط كمان. الشماريخ اللي ناس كتير شافت ان هي كانت نقطه تحول لصالح النادي الاهلي. بس اول ما الدنيا ظلمت فجاه بعد منها كان فعلا كامباك فعلا فعلا، لان بعدها على طول ما فيش، انت بتتكلم في دقائق وبس.